كم شركة يوسف 3%؟ وهي تعادل 3 ريال، يعني 3% من السهم بيعادل يا جماعة 3 ريال. طيب قارن بين 30 ريال ولا قيمة السهم، عايز قيمة السهم الواحد، يعني واحد سينا جاب كام؟ طبعا 3% على 3 على 100، 3 ريال أصلا دي على 100، خلص منها اضرب في كام؟ 100 على 3 يبقى سين بتساوي، يعني اضرب 100 على الطرفين 3 في 100 على 3 تروح مع دي، السهم هيساوي كام؟ 100 يا جماعة. يبقى القيمة التانية اللي هي قيمة السهم ب 100 أكبر، اختار بقى.